والله اولا القراءه افضل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بخلاف من سمع. لا من قرأ في نعم. بزاف ناس يحطوا في السياره يحط نعم. القران الكريم. نعم هذا امر محمود. نعم هذا نعم هذا امر محمود بل ومطلوب. فالانسان بعض الناس قد يقرأ وهو في سيارته يقال له هذا افضل، واذا سمع فهذا ايضا من الخير. نعم فهذا من الخير. لهذا الانسان باذن الله سبحانه وتعالى المؤمن دائما في خير عميم، يعني سواء قرأ أو سواء استمع، لكن الإنسان يحاول أن يبادر وينافس الله عز وجل. قالوا في ذلك فليتنافس المتنافسون. نحن كنا صغار والله كنا نقتدي بمشايخنا فنقول يوما ما أقف في المحراب وأصلي بالناس، والحمد لله تلك الأمان صارت يعني قد يتمناها غيرك. نعم لهذا هذه فرص بإذن الله عز وجل، وفرص للحفظ كذلك. ابن عباس رضي الله عنهما ماذا كان يقول؟ الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. يعني تصور، يعني الآن المصاحف الآن على الرفوف قد نسجتها العنكبوت. تصور الآن حال السلف قديما مع القرآن كحالنا اليوم مع هواتفنا، يعني لا ينقطعون ولا يفترون عن التلاوة والتدبر والقراءة. لهذا من أعظم أسباب الابتعاد وهجر القرآن هي المعاصي والذنوب. الإنسان ينغمس في المنكرات والآثام، والطاعة والمعصية لا يجتمعان. لهذا ما حصل مع الإمام الشافعي، يعني مرة من المرات يعني قل حفظه وأصابه الضعف والوهن والمتانة، كانت له متانة لكن في حال من الأحوال تغير. فاشتكى إلى شيخه وكيع، فماذا قال؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني القرآن والعلم هذا نور يبثه الله عز وجل في أهل طاعته. أيضا من أسباب الهجر كذلك هو الجهل باللغة، لأن القرآن أنزله الله عز وجل باللسان العربي وهي من أوسع اللغات وأكثرها بيانا. يعني الحمد لله الآن يعني الآن القرآن قرب إلى الأعاجم ما شاء الله، يعني هناك ترجمة لجميع اللغات. نعم لجميع اللغات. لهذا أخي لطفي أخي المشاهد، الإنسان لو استشعر يعني هذا الكلام الذي في القرآن وأنه كلام رب العالمين وصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وأدرك بأن الله عز وجل يخاطبه من خلال القرآن، والله لتلذذ بهذه الآيات. الله عز وجل يقول في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بل قال سبحانه وتعالى عن النصارى حين سمعوا القرآن وتأثروا به وظهر ذلك التأثير جليا في وجوههم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يعني الإنسان والله الإنسان يعني يتمعن نعم يتمعن ويحاول أن يصحح من حاله نعم ويعمل لمآله. نعم يعني الإنسان يعني يقوم بنقض هذا الغبار على عينيه ويجعل القرآن له مرافقا بعد أن كان له هاجرا، وهذه والله من أعظم النعم. يعني سبحان الله إذا احنا يعني إذا أدركنا الآن رمضان فهي فقد أدركنا فرصة.